إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون حسبك السؤال الثالث كيف تجاغتت وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا
للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. حسبك. السؤال الرابع. شو بس جاكنا؟ ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين حسبك السؤال الأخير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله
الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم بارك الله فيك مريم بني ديرو وسيغي موسى موسى الميس موسى على ديريتي سيكون عايشة مرتاح ايه muhagarare aho ngaho murebe kamera hariya
uriya wa gatatu mushyireho mushyireho hariya ku ruhande rwawe niwe bafite gorusa sumayi wabaye wa gatatu irakize sumayi nawe ngwino imbere yabo aho ngaho ubu kano kanya musabaka dufite mpuzamahanga twatumiwemo muri uyu mwaka hari Dubai hari Kenya hari Tanzania mwebwe rero ni mwe muzahagararira u Rwanda muri izo musabaka ubwo rero ntabwo mvuga uwa kabiri ahubwo ndavuga uwa mbere ubwo usigaye arababaye wa kangahe wa kabiri uwabaye uwa mbere rero yagize amanota 99 n'ibice 17 uwo ni Hussein bizwi nayo mutore takbir Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd al-fatiha الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم علمنا منه ما ذكرنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا آمين ما من أنزلنا الكتاب صلى الله عليه وسلم هو القرآن mani yagasani twigishe mu byo twibagiye muri byo twibutse byo twibagiye muri byo kandi twigishe tutazi muri byo mani yagasani shyira mu bantu bose bita kuri Qur'an mu bagaragu bayo beza nyamani yagasani ubishyire muri salihi ubashyira ahantu mani yagasani bazishimira hano ku isi no ku munsi imperuka mani yagasani twaje gusabira ba bandi bose bitanga mu bikorwa byose bya Qur'an kugira ngo Qur'an isakare mu gihugu hose bite ku mashuri ya Qur'an banite ku batumwa b'abana bose Allahumma nasr bi khayra kullahu wa na'udhu bika min sharri kullihi rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma nasruka husna li khatima Allahumma nasruka husna li khatima wa ja'alna min ahli qur'an wa 'allimna minhu ma jahina wa dhakina minhu ma nusina ya rabbal alamin ma min yadasa turaqin jinza kugira ngo igihe twageze uyu munsi uzaje dushyire mu byiza ku munsi imeruka ndetse no mu mva zacu mana yagasani tuyagusaba kugira ngo ushyire urukundo mu bantu ba Qur'an abayisilamu n'abayisilamu kazi bitangire idini yabice muri Qur'an tubashe kugira mu byaro hose ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin